دي قرارات تربويه اللي احنا بنعملها. فانت النهارده النادي الاهلي ما زال متمسك بهذا، ما زال متمسك بالحفاظ على حقوقه ولن يتهاون فيها بس بالقانون. الناس بقى اللي طلعت تراشق والقصه دي كلها، هو انت النهارده ايه؟ ال 24 ساعه اللي فاتوا انا واحد من انا شفت حاجه، ما انا ممكن ارد بهذا الاسلوب، بس ده النادي الاهلي متمسك بمكانه. متمسك بمبادئه، متمسك بتقاليده، اعلامك النهارده اللي موجود ده منبر كتير جدا من الناس بتتفرج عليه. خلي بالك هيطلع شباب متحمس، في ناس مش هيعجبها، الناس النهارده بقت مستنيه الماده اللي انت اسلام اتخانق مع محمد ومحمد اتخانق مع ده، غلط. في عندنا حاجات اهم من ده. في عندنا في بلدنا النهارده احنا قاعدين بنتكلم في ايه، ومحدش عارف هيعيش بكره او يخرج. انا النهارده وطبعا انا اسف اللي انا هخرج، بس دي حاجه كويسه. انا اتصلت بصديق كابتن وائل عزت او العميد وائل عزت، ربنا يشفيه، كان اصيب بكورونا. كابتن وائل عزت اللي يعرفه ما شاء الله كان ازاي، النهارده هو بيكلمني في التليفون، لا عيدوا حساباتكم وفكروا 100,000 مره، لان احنا محدش عارف، ربنا يشفيه ويقوم بالسلام. واهلي وصل رساله كابتن خطيب ويمكن هوصلها، اللي هو بيدعي له، اللي انت يا كابتن ربنا يعينك على اللي انت فيه. وقال لي انا دعيت له، خلي بالك وائل الناس عارفه، والله وائل عزت وصل هذه الرساله النهارده. ففي حاجات مواقف قبل ما انت تيجي تتكلم انت بتشوف انا ورايا ايه، مين مسؤولياتي اللي في رقبتي يا فندم. كل ما بس الموقف ده فندم قبل ما تكمل، موقف مهم جدا، لان ده بيورينا قد الناس خايفه على صحتها وكل حاجه، ولكن قد ايه متمسك بالنادي الاهلي، قد ايه شاغل نفسه باللي بيحصل جوه النادي الاهلي، وهو عنده كورونا يعني ربنا يشفيه طبعا ويقومه بالسلامه يا رب ويشفي في كل المصريين، ولكن شغله الشاغل هو كيانه النادي الاهلي، لان الموضوع بقى صعب ان هو اتربى فيه. اتربى فيه، هو ده اللي خلاه ضابط شرطه ناجح، هو ده اللي خلاه النهارده في المجتمع ناجح. يعني شوف بيقول لك ايه، يعني هو بيقول لك ايه، بس النادي الاهلي هو اللي خلانا النهارده لينا اسماء، عشان محدش ينسى الكلام ده. النادي الاهلي هو اللي خلاك النهارده اسمك محمد مرجان في المجتمع المصري. ايوه يا فندم. فانت لازم تحافظ على ده وتقدر كل واحد قاعد على كرسي دي كراسي دي، وده برضو على لسان بقى يعني كابتن محمود، الحاجات الجميله اللي انت بتسمعها في مجلس الاداره. يا شباب الكراسي دي كان عليها بشوات، افتخروا بناديكم، افتخروا بناديكم. دايما حسوا الانجازات اللي بتعملوها، ما تفضلوش تسمعوا نقد، سيب ده، سيب ورميه. ولكن احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها، احنا انت مستغرب جدا. هو ايه المناسبه لكل هذا الكلام؟ عايز نوصل لايه؟ عايزين نوصل لايه؟ لهذا المستوى المتدني من الاخلاق مش هنوصل له. خلي بالك يمكن كان في موقف في برج العرب حصل، مش ملعبنا فندم، مش ملعبنا خالص خالص. وحصل الموقف، اكتشفت ان الناس كلها سعيده، انا الوحيد الحزين، لانك انت وصلتني. ويمكن جالي المستشار احمد جلال ابراهيم لغايه عندي وانا قاعد، وانا اتذكر هذا كويس، وهو يطلع يقول احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، بارك لي على المكسب، وقال لي افرح يا محمد ما تشغلش بالك بالكلام دوت، احنا في الاول في الاخر مكسب وخساره. جالي كابتن احمد عبد الله نادي الزمالك قال لي إذا أنت النهاردة هناك من له غرض في إحداث فتنة رياضية في الشارع المصري وفي الرياضة المصرية لحساب مين؟ هو ده علامة الاستفهام اللي عايزين نسأل عليها. والمستشار أحمد جلال إبراهيم ابن الرياضة، بس رجل رياضي وابن إداري كبير جدا في نادي الزمالك، مستشار جلال إبراهيم.